يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه. بدايه حلقه جديده من السادسه، كل التحيه اللي هيتابع حلقه النهارده، واتمنى ان شاء الله انكم يعني تقضوا معانا وقت ممتع وتعرفوا الحقيقه. نكشف جزء كبير جدا من الحقائق او ما يتعلق ببدايه الموسم النادي الاهلي. النهارده هنغطي موضوعات كتيره جدا، بس الحقيقه انا حابب قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه ابتدي بالبيان الصادر عن صندوق تحيا مصر. وقبل ما ادخل في تفاصيل البيان، واكيد حضراتكم خصوصا الناس اللي يعني النشيطه واللي متابعه اخبار الاهلي اول باول وموجوده على السوشيال ميديا تابعتوا تفاصيل البيان، هقول لحضراتكم. بس الحقيقه عندي نقطتين في منتهى الاهميه حابب اعلق عليهم. النقطه الاولى هي التوقيتات، التواريخ اللي ذكرت فيها حقيقه الموقف المرتبط بتبرعات الشيخ تركي آل الشيخ. والجزء الثاني هو المبادره، بمعنى انه مين اللي خد المبادره عشان يرد هذه التبرعات، سواء كانت مالية أو نقدية أو كانت عينية بأي شكل من الأشكال. هنا حاجات كتير جدا بتتكشف فيما يتعلق بالموقف ده تحديدا. مهم جدا نشوف أو نقرأ كيفية تعامل النادي الأهلي وكيفية حقيقة يعني شابوه لكل المسؤولين في النادي الأهلي، تحملوا، ومش في الواقعة دي بس، الحقيقة في مواقف كتير جدا 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 تحملوا كتير من التطاول وكتير من الإساءة لمجلس الإدارة ككل ولبعض الأشخاص داخل مجلس الإدارة بشكل شخصي لفترات طويلة جدا. وكان من السهل جدا إنه يتم الرد على الإساءة بالإساءة، أو يتم الرد على التطاول بالتطاول، لكن ده عمره أبدا ما كان منهج النادي الأهلي. سهل قوي إنك أنت تنزل، أو سهل، خليني أكون أكتر دقة، سهل جدا إنه اللي تحت يشدك ليه. الأصعب إنك تكون فوق وتحاول تطلع اللي تحت لنفس مستواك. شتان بين العقلية، وشتان بين القيم، وشتان بين المبادئ اللي بنشوفها، والناس كلها في مصر عارفة. القصة أبعد ما تكون عن انتماء لكيان أو آخر، يعني القصة مش قصة أهلاوية وزملكاوية، أنا بتكلم على مصر كلها عارفة. وأغلب المصريين سواء كانوا هنا أو هنا مستائين الحقيقة من المشهد أو من الحالة العامة اللي ما بتزيدش غير توتر واحتقان وفتنة بين الناس وبعضها. خلينا نقرأ مع حضراتكم ونتابع ما جاء في بيان صندوق تحيا مصر. طبعا أكاذيب استمرت لفترات طويلة جدا، وجاء البيان يعني كافي وشافي لكل الحقائق. الحقيقة يمكن العنوان بيقول: صندوق تحيا مصر يكشف الحقائق ويرد على الأكاذيب والإفتراءات ويؤكد على نزاهة النادي الأهلي ومجلس إدارته، ردا على الأكاذيب والإفتراءات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. أعلن محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر مساء عبر أحد البرامج التلفزيونية أنه وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين صندوق تحيا مصر والنادي الأهلي بتاريخ 10/3/2021، يعني تقريبا بنتكلم سنة، من أكتر من سنة ونص، فقد تسلم صندوق تحيا مصر كافة المبالغ المالية والهدايا العينية بين قوسين الساعات التي كان المستشار تركي آل الشيخ قد تبرع بها للنادي الأهلي من قبل. وقال أن النادي، على لسان طبعا المسؤول أو المتحدث الإعلامي، قال أن النادي الأهلي قد أعلن في بداية الأمر بتاريخ 2/6/2020 أنه قرر، ده كان قرار صادر من النادي الأهلي بدون أي طلب رسمي وبدون أي تدخل من أي جهة ما، الأهلي بنفسه قرر أنه يرجع، أو قرر إعادة جميع هدايا السيد تركي آل الشيخ المالية والعينية إليه. يعني المبادرة هنا من النادي الأهلي بنفسه، أو توجيهها إلى الجهة التي يرغب فيها، ويرغب فيها دي عايدة على الشيخ تركي آل الشيخ. وطلب المستشار تركي آل الشيخ توجيه هذه الهدايا إلى صندوق تحيا مصر، وقام النادي الأهلي بتنفيذ رغبة المتبرع ومن خلال البروتوكول المشار إليه. وتسلم صندوق تحيا مصر كل المبالغ المالية والهدايا العينية الساعات، وتم إغلاق هذا الملف منذ فترة طويلة. بيان يشرح لحضرتك طبعا، واستكمالا للبيان، كانت الجهات الرقابية في الدولة وفي مقدمتها نيابة الأموال العامة قد برأت ساحة النادي الأهلي ومجلس إدارته، وأكدت على سلامة الموقف القانوني للنادي ومسؤوليه في القضية التي تم نظرها بخصوص هذه التبرعات، وانتهى التصرف في هذه القضية بتاريخ 23/3/2020. يعني الموضوع حسم من كل جوانبه، سواء من الجهة اللي تولت استلام التبرعات طبقا لما أراد المتبرع في الأساس، أو للجهات القانونية اللي تولت التحقيق في هذه القضية. مين يرد الاعتبار؟ مين يدي ويرجع للناس اللي تمت الإساءة ليها على مدار أكتر من سنتين على المستوى الشخصي أو على مستوى الكيان اللي هم بيتولوا مجلس إدارته حقهم واعتبارهم؟ والأهم، مين يمنع التطاول والإساءة اللي بقت نغمة تكاد تكون مكررة، تكاد تكون يومية، بدون أدلة، بدون سندات، بدون عقاب، ومن أمن العقاب أساء الأدب. خلينا نروح لفاصل ونرجع ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة في 6 مع حضراتكم. عشان على فكرة بس برضو لما قلت إنه من أمن العقاب أساء الأدب، القاعدة دي الحقيقة تنطبق على ناس كتير جدا، مش على شخص معين أو حد بعينه. ممكن طبعا الناس كلها فكرها يروح لاسم يعني محدد، وطبعا مش مختلفين على ده، مصر كلها عارفة. لكن في النهاية حجم التجاوزات، وخصوصا أنا بتكلم على الإعلام الرياضي بشكل واضح وصريح، اللي بقى بيدخل بيوتنا، والناس الحقيقة بقت يعني وصلت لدرجة من الاشمئزاز ومن القرف، من اللي بتسمعه تقريبا بشكل شبه يومي. ده أبعد ما يكون كل البعد عن الرياضة، يعني بالذات في الرياضة. ممكن تستنى ده يحصل في حاجة تانية، يعني ممكن ده يبقى مش هقول طبيعي أو مقبول، لكن أقصد أقول ممكن يبقى منطقي نوعا ما في حاجات تانية فيها صراعات أكتر. لكن في الرياضة اللي مفترض أنها يعني بتأثر في أجيال طالعة وبتعلم شبابنا وبتزرع فيهم مجموعة من القيم وبتبعد عن حاجات كتيرة جدا وحشة، تبقى هي المصدر لده، شيء الحقيقة يعني مش مقبول. وأعتقد أنه معظم المصريين أنا متأكد رافضين لهذا المنهج. خد بالك انه القصه مش قصه حقوق ومش قصه توضيح حقائق، في حاجات كتير جدا ما تحسش بيها الا لما تكون في موقف الشخص اللي كان في مرحله اتهام، وخصوصا الشخص ده لما يكون قيمه كبيره جدا ورمز كبير جدا عند فئه معينه من المجتمع، مش بس عند اهله وناسه واصحابه والناس الدايره القريبه اللي حواليه. الخطيب اسم كبير جدا يهم ويخص كل الاهلاويه، واي اساءه ليه كشخص بعيدا عن ان هو رئيس النادي الاهلي بتاثر وبتوجع كل الاهلاويه. فبالتالي انت هنا بتستثير حفيظه قطاعات عريضه جدا من الشعب، وخصوصا لما تكون اتهامات اغلبها مفبركه او ملهاش اي اساس من الصحه او مفيش اي سند ليها من الحقيقه. ولما يفضل الموضوع ده مسلسل شغال كل يوم، الحقيقه انت بتثير فتنه كبيره جدا بين الناس في مصر. نتمنى بقى حد يعني يبقى عنده الجرأة انه يحط يعني نهاية للفيلم الهزلي الساقط ده. طيب عشان ما اطولش على حضراتكم خلينا نروح لفرقتنا، وخلاص احنا بنتكلم على 48 ساعة ويظهر فريق النادي الاهلي. انا عارف انه جماهير النادي الاهلي متشوقة تشوف الفريق حتى لو في ماتشات ودية، بس خلينا نروح لفاروق ونطمن من خلال وجوده في النادي الاهلي على تمرينة النادي الاهلي النهارده. تمرينه كانت الصبح زي ما انتم متعودين، مستر كولر مقرر ان الصبح يبقى فيه تمرين صباحي، التمرين المسائي يمكن بدأ من دقايق. هنروح لفاروق ونعرف اخبار التمرينه النهارده، ونتمرن على لاعبتنا ونجومنا ان شاء الله واستعدادهم للموسم الجديد. فاروق مساء الخير. كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اخد من كلامك زميلي احمد ان جماهير النادي الاهلي متشوقه ان هي تشوف النادي الاهلي. خليني اقول لك برضو الامر من الجانب الاخر، ان لعيبه النادي الاهلي متشوقه ايضا للملعب وللبطولات والجمهور النادي الاهلي. امر مدي روح مهمه جدا، لمسينها على اللاعبين، لمسينها على الجهاز الفني للنادي الاهلي. ان شاء الله الموسم المقبل للنادي الاهلي تكون بدايته خير، طبعا اللي هتكون بدايته مع بدايه المشوار الافريقي بمواجهه فريق الاتحاد المنستيري باذن الله. زميلي احمد ان شاء الله نطمن منك على تدريبه النهارده. وانا الحقيقه يمكن اول سؤال حابب اتكلم معاك فيها فاروق، هي احنا عندنا يعني اربع مستجدات ما تقابلوش مع بعض غير في فتره الاستعداد دي، لاعبين اساسيين يعني خدوا اجازه او راحه سلبيه من فتره طويله جدا، وكانوا هم يمكن اللي شايلين مسؤوليه ال3 مواسم المتلاحمه، ودول رجعوا مره ثانيه للتمرين. لعيبه كملت الموسم وخدت فرصه انها تحط رجلها في الملعب، وكتير منهم سواء من اللي كانوا يعني مش واخدين مساحه كبيره، او الشباب اللي طلع جديد تألق واثبت وجوده. لعيبه بتمثل صفقات جديده، شادي حسين، مصطفى ميسي، سافيو، برونو سافيو طبعا برازيلي، بيظهروا مع الفريق، بالاضافه لجهاز فني كامل داخل الصوره. خليني اكلمك على اول جزئيه متعلقه بالانسجام. هل حاسس انه الفريق كله دلوقتي بقى يعني قريب من بعضه، في حاله تناغم، في حاله تفاهم، ولا ده امر هيستغرق مزيد من الوقت؟ يعني زميلي احمد، يعني انا بحييك على تقسيمتك للتقسيمه المهمه جدا، وابرازك للعناصر اللي احنا اتكلمنا عليهم او الاربع عناصر دول. الامر اللي احنا لامسينه هو انسجام حاله يعني الموسم الماضي وانتهائه، والراحه اللي حصل عليها بعض اللاعبين، اللعيبه اللي كانت غايبه الاصابات، وايضا اللعيبه المنضمه، مدي روح. وده اللي قلناه في البدايه، ان الشغف عند اللعيبه دلوقتي، مستنيين متلهفين للمباريات، للبطولات. كانت دي بتهيألي يعني اكبر فتره راحه حصل عليها لاعبي النادي الاهلي على مدار المواسم الماضيه، مش الثلاث مواسم فقط، لا على مدار يعني تقدر تتكلم في اخر 5 أو 7 مواسم للنادي الاهلي. دي اكبر فتره زمنيه حصل عليها لاعبي النادي الاهلي. يعني العناصر اللي انت استعرضتها، عايز اضيف ليها امر مهم جدا، وهو انضمام بعض اللعيبه الناشئين اللي انضموا للتدريبات النهارده. وبالمناسبه زميلي احمد، النهارده موجود في يعني تدريبات حراسه المرمى لاعب او حارس مرمى مواليد 2006، الحارس عمر كامل، ده حارس مرمى مواليد 2006، وده اصغر لاعب موجود في المران وتدريبات النادي الاهلي. ودي الفترة الزمنية اللي كان موجود فيها مستر ميشيل يانكون مدرب الحراس مع قطاع الناشئين، وشاف العناصر المميزة. النهاردة بنشوف عمر كمال، بنشوف أيضا 3 لاعبين من فريق ال 2003 موجودين في المعسكر، كريم عثمان، إسلام عبد الله، ومازن أسامة. العناصر اللي بتتكلم عليها في حالة من الانسجام. الانسجام ده بدايته طبعا الجهاز الفني والروح اللي لمسنا، سواء من مستر مارسيل كولر وجهازه المعاون، مع الكابتن سيد، مع الكابتن سامي، أيضا مع دور أوضة اللبس في النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، وجود عمرو السوليه، وجود رامي ربيعه، ولاعيبه النادي الاهلي، والروح المهمه في لعيبه ما تحسش انها بعيده على النادي الاهلي، او تحس ان هي جديده على النادي الاهلي. خليني اقول لك ان الانسجام لمسينه الجهاز الفني. يعني فكره تطبيق اليوم الكامل زميل احمد جت في توقيتها، قدرت ان هي تعمل يعني اللعيبه فترات زمنيه طويله موجودين مع بعض. المحاضرات اللي مستر مارسيل كولر بيعقدها مع اللاعبين بتقرب المسافات من اللاعبين، روح اللاعبين في الملعب. يعني بمناسبه هذا الامر، خليني اقول لك نقطه مهمه. النهارده عقب انتهاء المران الصباحي، مستر مارسيل كولر عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، اتكلم فيها على مباراه الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي اللي اتفرجوا عليها بالامس، وقدر انه يتكلم على بعض النقاط الفنيه، ويبدا من يعني بيبدا من تدريب اليوم التحضير لمباراه الاتحاد المنستيري، والتحضير لبعض النقاط الفنيه اللي اعتمد عليها في مباراه الاتحاد المنستيري. اتكلم واشاب الفريق ياسين المكاري، قدر ان هو يوفر اخر 5 مباريات لفريق الاتحاد المنستيري، وايضا يعني المباراتين الذهاب والعوده امام الجيش الرواندي. المحاضرات اللي احنا بنشوفها مع الجيش الرواندي بالظبط، المحاضرات اللي بنشوفها مع الوقت الطويل اللعيبه اللي بتأديه في المعسكر، زاد من حاله الانسجام عند لعيبه النادي الاهلي. نقطه مهمه برضو زميلي احمد، النهارده شادي حسين، استقبال اللعيبه لشادي حسين النهارده في مران النادي الاهلي، ووجوده في المران والروح اللي عند شادي حسين. يعني تتلخص امور كتير جدا، ان شادي حسين واحد من الصفقات الرابحه ان شاء الله، اللي هيكون اضافه طبعا لفريق النادي الاهلي، بالاضافه للعيبه اللي موجودين سواء في خط الهجوم حسام حسن ومحمد شريف. خليني برضو اقول لك على هذا السياق، ان شادي حسين اكتفى باداء المران الصباحي، يعني ادى المران الصباحي فقط، وحضر المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر، يعني ما اداش المران المسائي، لان شادي حسين توجه لاداء بعض الفحوصات والقياسات اللي كان اجراها اللاعبين خلال الفتره الماضيه. وطبعا كان شادي حسين ما اداش هذه الفحوصات والقياسات لظروف تواجده مع المنتخب المصري في معسكر المنتخب المصري، فهو بالتالي النهارده ادى المران الصباحي، لم يؤدي المران المسائي، لتوجهه لاحد المراكز الطبيه لاستكمال طبعا القياسات البدنيه والفحوصات الطبيه اللي اجراها لاعبي النادي الاهلي. انسجام مهم جدا زميل احمد، زي ما انت قلت، الروح اللي احنا شايفينها من اللاعبين، حاله الترابط اللي عند افراد الجهاز الفني. اول ما المران بيخلص، الجهاز الفني بيعقد جلسات مع بعض. انا يعني من اللي احنا لامسينه، انا يعني بطمنك، بطمن كل جماهير النادي الاهلي، في روح مهمه جدا، في روح جديده موجوده في النادي الاهلي، ان شاء الله يكون معاها البطولات للنادي الاهلي. بطمنك برضو النهارده ان محمد مجدي قفشه بيشارك في المران الجماعي للنادي الاهلي، محمد شريف بيشارك في المران الجماعي، بيرسي تاو ان شاء الله على يعني بدايه الاسبوع المقبل مطلع الاسبوع المقبل أيوة. هيشارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحافظ كان بيتكلم انه احمد ابو عبله تاو وكوكا قريب جدا، يعني يمكن في تدريبات الاسبوع اللي جاي يكون كوكا وتاو يبقوا جاهزين للمشاركه في التدريبات الجماعيه، لكن في النهايه يعني باستثناء عمار اعتقد لاعيبه الاهلي كلها هتكون جاهزه ان شاء الله لبدايه الموسم بشكل رسمي حتى لو ما شاركوش مع الاهلي في الوديات. سريعا جدا فاروق، عايزك تكلمني شويه عن برونو سافيو ومدى تاقلمه، انسجم مع دخل فورمه، يعني الناس برضو متشوقه تشوف. احنا دايما كنا بنتكلم عن نفسنا نشوف في مصر بقى نفتح اسواق جديده، طبعا افارقه اثبتوا وجودهم، شمال افريقيا اثبتوا وجودهم في السنوات الاخيره، لكن كان نفسنا نشوف صفقات تانية من البرازيل من كولومبيا من الارجنتين، وقد كان وبرونو سافيو شرف الاهلي الموسم ده، وان شاء الله جماهير الاهلي حط عليه امال كبيره جدا. تكلمني على مشاركته في التدريبات الايام الاخيره مش بس النهارده، انسجم مع الفريق، دخل وصل فورمه كويسه ولا لسه؟ يعني زميلي احمد، النقطه المهمه الخاصه ببرونو سافيو توقيت انضمامه للنادي الاهلي توقيت نموذج، يعني افضل توقيت ان انت ممكن لعيب ينضم للنادي الاهلي فتره بدايه الموسم او فتره الاعداد، بتختلف طبعا عن بدايه او فترات الانتقالات الشتويه في معدل الانسجام مع اللاعبين. برونو سافيو في فتره الاعداد انت عارف الروح او خفه الدم اللي بتبقى او الروح اللي عند اللعيبه البرازيليين وقربهم من الطبيعه المصريه، وده امر لمسينه من برونو سافيو. يعني برونو سافيو علاقته مع اللاعبين، في بعض اللاعبين طبعا اللي بتحاول تقرب المسافات مع برونو سافيو، سواء طاهر محمد طاهر، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، كهربا، يعني ايضا التقسيمات اللي بيعملها مستر مارسيل كولر، يعني بيحاول ينوع اللعيبه اللي تلعب بجوار برونو سافيو علشان يبقى في امر يعني اعتيادي او يعني انسجام ما بينهم وما بين كل اللاعبين. عنده مشاكل في اللغه فاروق، يعني هل في اللغه انا عارف البرازيليين بيتكلموا برتغالي، هل في مشكله في التواصل ولا بيقدر يتكلم برتغالي؟ انجليزي بيتكلم انجليزي مع اللعيبه، او يعني قصه الترجمه والتواصل دي برضو مهمه جدا في الاول. خليني اقول لك ان هو يعني بيتكلم اللغه الانجليزيه، فبالتالي بعض اللعيبه في النادي الاهلي بتتكلم معاه بهذا الامر، وده مسهل. يعني انت عارف طبعا اللغه البرتغاليه هي اللغه الرسميه للبرازيليين، لكن برونو سافيو بيتكلم اللغه الانجليزيه، وده مسهل عليه التواصل مع كتير جدا من لاعبي النادي الاهلي، ودي امور سهلت كتير جدا على برونو سافيو في هذا الامر. ايضا يعني مستر مارسيل كولر عقد معاه اكثر من جلسه، ياسين المكاري ودوره وكلامه معاه، هو يعني عارف قيمه النادي الاهلي، ودي النقطه المهمه جدا اللي سهلت على برونو سافيو. بالمناسبه برونو سافيو عايز اقول لك ان هو بيقعد يتفرج على مباريات النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، يعني بيقعد يتفرج على مقاطع على الفيديو، لاعبي النادي الاهلي يعني بيتفرجوا على مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، نهائي افريقيا، بطولات النادي الاهلي في الفتره الاخيره. يعني بعض اللاعبين، يعني اقول لك زميلي احمد ان بعض اللاعبين بيتفرجوا يقول له شوف الهدف بتاعي في المباراه دي، فبينبهر باداء لاعب النادي الاهلي، اهداف لاعب النادي الاهلي، ودي امور جدا سهلت كتير جدا على برونو سافيو ان هو يكون ان شاء الله هيكون اضافه مهمه جدا للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون اضافه مهمه، هو وكل سكواد الاهلي عندنا رهان كبير جدا الموسم ده، واعتقد انه الرهان مش بس على الجهاز الفني ولا على الصفقات، على الروح والحاله المعنويه اللي موجوده عند الفرقه، وخصوصا انه لاول فتره او لاول مره من فتره طويله بياخدوا راحه سلبيه طويله، اعتقد انها ترجعهم لحالتهم وتوقفهم على رجليهم، وان شاء الله الموسم الجاي بتاع الاهلي في كل المنافسات والبطولات. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي في الجزيره، تابعنا معاكم تمرينه الفريق ولقطات منها، واطمنا على سكواد الاهلي وعلى شغل مستر مارسيل كولر. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بقى نتكلم بالتفصيل اكتر، وهنستضيف طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح، هيشرفنا النهارده في السادسه، هنفتح معاه ملفات الاهلي، هنفتح معاه مباريات الوديه، وهنتكلم معاه طبعا على منتخب مصر اللي عنده ماتشين مهمين جدا، اول ظهور طبعا تحت قياده روي فيتوريا، هنتكلم في كل التفاصيل مع كابتن اشرف ممدوح نجمنا في السادسه بعد الفاصل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدا موسم جديد لاول مره من سنين طويله بشكل طبيعي، والحقيقه في كتير من الحاجات اللي ممكن تراهن عليها في بدايه الموسم ده، اولها فتره الراحه السلبيه زي ما كنت لسه بتكلم مع فاروق، تانيها الصفقات الجديده، تالتها عوده جزء كبير جدا من اللاعبين اللي كانوا داخلين في مستشفى النادي الاهلي، كان قائمه الاصابات طويله جدا، ووجود طبعا مستر مارسيل كولر بالسي في وبالجهاز الفني اللي معاه اللي تقدر تراهن عليهم في بدايه قويه جدا للاهلي مع انطلاقه مشواره في بطوله دوري الابطال. اليوم الكامل هو العلامه اللي تميز المرحله بتاعه الاستعداد. والحقيقه نتمنى ان يكون ليها اثر ايجابي. صفقات الاهلي، شكل المنافسه في الموسم الجديد، الميركاتو في مصر، في الدوري المصري بشكل عام، هنتكلم في كل التفاصيل دي. ومنتخب مصر طبعا حاضر، اكيد لازم يكون حاضر معانا. ماتشين او مباراتين وديتين تحت قياده روي فيتوريا، هنتكلم عنهم وهنتكلم عن اختياراته وعن المطلوب منه مع واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن اشرف ممدوح، اللي بنسعد بيه دايما وبوجوده معانا هنا في السادسه. مساء الخير كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، كل سنه طيب. ان شاء الله موسم طيب. جديد سعيد على النادي الاهلي وعلى مصر كلها باذن الله، ودايما سعيد ودايما متالق باذن الله. ابتدي لازم اقول لك الشياكه الحقيقه النهارده يعني التايم لازم اكيد لازم اكون يعني في قمه شياكتي وانا معاك. نور الدنيا يا اشرف دايما. خليني ابتدي معاك بمارسيل كولر، احنا بقالنا كتير ما تقابلناش يمكن. صحيح. مع بدايه الموسم الجديد تم الاعلان عن وجود مارسيل كولر المدير الفني والجهاز المعاون ليه. الاهلي اجرى عدد من الصفقات، مش كلها اعتقد، لسه في الملفات كتير، لكن اجرى عدد من الصفقات اللي لقت قبول، سواء كانوا من الموجودين في الدوري المصري او طبعا برونو سافيو المحترف البرازيلي. شايف الانتدابات ازاي سواء كجهاز فني او كلاعبين جدد؟ بدايه يعني هاخد من كلامك طبعا انه لأول مرة من فترات طويلة جدا نبتدي بشكل طبيعي. سليم، بشكل سليم وشكل طبيعي. لأننا بقالنا فترات طويلة، يمكن مش 3 مواسم اللي فاتوا بس، احنا بنتكلم في 6 7 مواسم اللي فاتوا في مشاكل دايما في البدايه او في البدايات، سواء لتاخر الموسم بدايته او تاخره في انهائه، وبالتالي ما بيبقاش في فرصه جيده لمدير فني انه يبتدي بشكل سليم. حسيناهم قوي في الثلاث مواسم الاخيره. لانه انت كمان بتوصل لاقصى عدد من المشاركه. صحيح. يعني انت في افريقيا بتوصل مباراه نهائيه، بتلعب لازم تلعب كاس عالم، بتروح سوبر افريقيا، دايما واصل لغايه قمه الهرم. يعني بتكلم عن المنظومه الكرويه في مصر عموما. من 6 7 سنين او مواسم مواضيع فيها مشاكل كتيره، ولكن فعلا في ال3 مواسم الاخيره في النادي الاهلي حسينا بده بشكل كبير. انك فعلا بتوصل لنهايه كل النهائيات في البطولات اللي بتشارك فيها، وبالتالي تلاحم مواسم غير طبيعي، مشاكل كتيره جدا جدا بدنيه وفنيه، بالاضافه طبعا لاساس الموضوع، وهو ان ما عندكش فرصه البدايه السليمه اللي بنتكلم عنها النهارده، ان يكون عندك فتره توقف، مدير فني يعني يتأقلم بشكل أو بآخر في فترة معينة في بداية الموسم. تعاقدات هو اللي بيختارها، الناس اللي موجودة هي اللي هتفضل باختياراته، الناس اللي هترحل هي اللي هترحل باختيارات المدير الفني، وبالتالي عندك بدايه سليمه للنادي الاهلي الموسم ده. توقيت مناسب جدا جدا, جداً. والحب نبحث عنه من مواسم طويله. صحيح. جدا او من سنين طويله جدا. يعني اتمنى ان شاء الله طبعا كل التوفيق لمستر مارسيل كولر، لانه انا حاسس ان هو كمان عنده نهم. الناس شويه بتتضايق اننا بنتكلم في ده، لانه الاسم اسم كبير طبعا. مارسيل كولر اسم كبير، يعني على مستوى السيفيهات اللي جت اشتغلت في مصر من افضل الناس، من افضل الاسماء اللي جت. انا دايما كمشجع، مش كابن النادي الاهلي او كلاعب، ولكن انا دايما بتمنى الافضل. يعني انا اتمنى جوارديولا يكون موجود في النادي الاهلي، ولكن مارسيل كولر اعتقد من الاسماء الكبيره جدا في اوروبا. كنت اتمنى افضل، ولكن مارسيل كولر من الاسماء الكبيره اللي موجوده في اوروبا. عنده مميزات مهمه جدا، وهي انه هادئ الطباع جدا، عنده مميزات في عمليه التنظيم داخل الملعب، ودي من اهم مميزاته، ودي هتفرق كتير جدا جدا في النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لاننا افتقدناها في بعض البطولات، وبسببها خسرنا بطولات، لانه التنظيم الدفاعي داخل الملعب مش في النادي الاهلي بس، في مصر عموما عندنا مشاكل كتيره جدا جدا فيه، وبالتالي عمليه التنظيم داخل الملعب في التوظيف والتمركز والواجبات الدفاعيه والواجبات الهجوميه، العمليه دي بشكل رائع جدا جدا مميزه. صحيح. عند مارسيل كولر. لكن بما ان انا بتكلم معاك على السي في كمان، مهم جدا، يمكن الناس ما تكونش تعرف الحاجات دي، لكن مهم جدا فكره الخبره. يعني الراجل ده لاعب مع او مسك يعني كمدرب وكلاعب، اعتقد فاز ببطولات كمان في سويسرا، لكن اقصد اقول كمدير فني عارف يعني ايه منافسه على البطوله، حقق القاب في سويسرا مع اكتر من نادي، مع كولان، لعب مع فرق كبيره جدا في الدوري الالماني، وخاض منافسات مع فرق من العارضه اللي احنا بنتفرج عليها في التلفزيون. صحيح. وقدر يكسبهم. تجربته في بوخم وكولن ما كانتش يعني فيها نقط كتير جدا مضيئه. لعب بطولات مختلفه، دوري الماني، دوري سويسري، تشامبيونز ليج، تصفيات يورو على مستوى المنتخبات طبعا. وصل مع النمسا لاول مره في تاريخها. النمسا كانت لعبت في اليورو قبل كده بس لانها كانت البلد اللي بيستضيف البطوله. صحيح. لكن اول مره تتاهل عن طريق الكواليفيكيشنز او عن طريق التصفيات كانت مع كولر. صحيح. فالحقيقه السي في بتاعه كمان مبشر جدا ورائع جدا يعني. بس هي الناس خدت عليها كلمه انه كنت اتمنى الافضل، فانا بوضح انا ليه بقول كده، لانه انا كابن من ابناء اللي انا اتمنى انه افضل اسم في العالم يكون صحيح. موجود للفريق. ولو ان برضه خلينا نبقى متفقين انه التجارب يعني فيها كيمياء، يعني ايه؟ يعني خلينا نتفق انه جوزيه لما جه مثلا او فايلر لما جه صحيح او موسيماني حتى لما جه، لما تيجي تحسبها وتقراها بانجازات وسي في وتقارنها مثلا بمارتينيول او لاسارتي مثلا كانوا اقل يعني كتير جدا. دول اقل كتير طبعا كأسماء. لكن تجربتهم مع الاهلي كانت في منتهى النجاح، رفعت اسمائهم مع جد. طبعا شغلهم ومجهودهم يعني. موسيماني قبل الاهلي حاجه وموسيماني بعد الاهلي حاجه ثانيه خالص. صحيح. صح ولا ايه؟ دي نقط مهمه جدا ولازم يتحط عليها اثبات عشان الناس تفهم، لانه مهم جدا، لان في البعض دايما بيشكك احيانا في فكره انك بتجيب مدير فني بتقول ان اسمه لا اسمه كبير صحيح، ولكن النادي الاهلي دايما بيرفع جوزيه قبل الاهلي حاجه وجوزيه بعد الاهلي حاجه ثانيه خالص جدا. النقطه المهمه جدا ان شاء الله تكون مضيئه في مشوار مارسيل كولر مع النادي الاهلي، هي انه عنده نهم، لانه بقى له فتره طويله ما بيشتغلش بسبب الاصابه اللي جات له. في كرة القدم بنقول لفظ كده شوية جعان كورة، سواء للمدرب أو للاعب، ودي بتفرق كتير جدا أحمد في فكرة الناس اللي بتروح النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي بتروح المدرج بتشوف شغله النهاردة. الراجل يعني فعلا عايز ياكل النجيله مع اللعيبه، شغل من نار، بيبحث في كل حاجه، بيدور في كل الاماكن اللي ممكن تخلي النادي الاهلي الموسم اللي جاي ان شاء الله يرجع للبطولات مره ثانيه. ايه المطبات الصعبه اللي تخاف على مارسيل كولر منها في بدايه المشوار؟ اولا الضغط الجماهيري والعصبي جدا جدا، او الضغط النفسي العصبي اللي بيسببه جمهور النادي الاهلي نتيجه خوفه على الفرقه، ودي احيانا بتزعج المدربين بشكل كبير جدا. اتمنى، لان انا دايما بتكلم في النقطه دي لانها فعلا نقطه مهمه وبتفرق كتير جدا جدا، في انه المدير الفني او اللاعب يكون عنده استقرار نفسي وثبات انفعالي كبير جدا 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 عشان يقدر يتحمل ده. لو انا ما عنديش ده بس خد بالك الالماني انا بعتبره الماني اكتر منه سويسري. يعني هو هادئ جدا، هو من الجزء الطباع جدا، هو من الجزء الالماني في سويسرا، وتجربته في النمسا وفي المانيا برضو اديته جزء من صحيح. الثقافه الالمانيه. صحيح. بالتالي الالمان من واقع تجاربنا حتى مع فايتسا ومع تسوبل ومع هولمان ومع غيرهم من مدربين الالمان، لا الحته دي عندهم تحمل كبير جدا. لكن الضغوط بقت كتيره جدا احمد، يعني عكس زمان كان الضغوط في المدرج في الملعب فقط، خلاص الجمهور موجود في المدرج او في المباريات انت بتشعر بيه، خارج المباريات خاصه ما بتحسش بده. احنا في السنوات الاخيره الضغط بقى في كل مكان، السوشيال ميديا خلاص بقى انت مجرد ما تفتح الموبايل بتشوف كل حاجه، مش بس تلفزيون بس، لا انت موبايل كمان بيجيب لك كل الضغوط اللي موجوده، وبالتالي الضغوط لا بقت كتيره جدا. اتمنى بس ان الجمهور النادي الاهلي اللي دايما عندنا ثقه فيه انه يدعم بس الفتره اللي جايه. الحمد لله الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا جدا وسليم لاول مره من سنوات طويله، وبالتالي لا احنا محتاجين دعم جمهورنا. المنافسه كمان بقت قويه جدا، الكل النهارده بلا استثناء بقى بيدعم بشكل كبير جدا. ما بتكلمش على منافس تقليدي بس زمالك، دلوقتي لا انت عندك زمالك وفيوتشر وبيراميدز وفاركو واسماء كتيره بقت خلاص بتدعم بكل، وبتضخ اموال كتيره طيب جدا جدا، وبالتالي الضغوط كبيره جدا جدا. هتاخدني يعني لشكل المنافسه. انا بس عايز الاول اسالك كذا سؤال مرتبط بالاهلي وصفقاته واستعداده، لانه انا بشوف انه فتره الاستعداد او يعني مرحله الاستعداد مش بس مرتبطه بفكره بدايه المشوار في افريقيا. انا بشوف ماتشين افريقيا على الرغم من الاتحاد المنستيري او اي فريق تونسي رايحين نلعبوا مباراه ليها وزنها، هنتكلم طبعا عن المباراه دي لانها مباراه، بس هتسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. طبعا انا شخصيا يعني متشوق جدا ان انا اشوف اول ظهور نادي الاهلي حتى ولو كان في مباراه وديه. محتاج اشوف الكيت الجديده عامله ازاي، محتاج اشوف الصفقات الجديده هتظهر ازاي، محتاج اشوف شكل كوره الاهلي مختلف ممتع مبهر زي ما الاهلي دايما عود. وبالمناسبه افكركم يعني ما نروحش بعيد، نفس السكواد ده قبل حتى الصفقات قدم كوره ولا اروع ولا اجمل في بدايه الموسم. الاخير منه لله بقى منه لله اللي كان السبب. لكن على كل الاحوال خلينا باصين دايما لقدام، وخلينا اسمع راي كابتن اشرف في صفقات الاهلي الجديده اللي انتوا انا متاكد انكم مستنيين تشوفوا برونو سافيو، شادي حسين، ومصطفى ميسي هيعملوا ايه مع الاهلي؟ رايك في صفقات الاهلي الجديده قبل ما اتكلم على الصفقات والمراكز اللي الاهلي ممكن يكون محتاجها، ومن وجهه نظر اشرف التوقيت الانسب كمان لان احنا نعمل الصفقات دي. طبعا يعني من الموسم اللي قبل اللي فات كمان احنا بنتكلم في انه لازم يكون في تدعيمات بشكل جيد. شادي حسين اختيار رائع جدا، انا شايفه مهاجم قوي فايتر. صحيح هو كنا بنطالب ان يكون في مهاجم افريقي عشان يكون عنده المميزات البدنيه، القوه البدنيه الجسمانيه واللياقه البدنيه العاليه، ولكن شادي عنده المميزات دي في اشتراكاته والتحاماته، انطلاقاته كمان في العمق، يعني من اقل الفرص بيحرز اهداف، لا عنده مميزات كثيره جدا جدا. كمان يعني ضربات الراس يعني بقول انها بنسبه 70-80%، اتمنى ان شاء الله تزيد عن كده كمان. مهاجم قوي طبعا جدا، يعني من الاختيارات المميزه جدا وان شاء الله هتفرق في المنافسه مع محمد شريف، لانه شريف المواسم اللي فاتت اعتقد انه كان شويه مش هقول غرور، ولكن انك تبقى متواجد لوحدك كمهاجم لوحدك في النادي الاهلي شويه، او المهاجمين التانيين الموجودين بعيد بتريح، بتحس انه فلا في منافسه قويه ان شاء الله هتبقى موجوده. حسام حسن معاهم طبعا، وحسام طبعا الراجل واضح مقتنع طبعًا جدا كمان بحسام حسن. حسام عنده كتير لسه. التوفيق غايب صحيح، وقله المشاركه في الفترات اللي فاتت شويه كانت مأثره بشكل كبير، ولكن اتمنى ان شاء الله انه يرجع يقدر يعود مره ثانيه لمستواه. يعني بيتهيالي اي ضغوط نفسيه كانت موجوده على لعيبه بسبب انها مش واخده فرصه، او انها لما بتاخد الفرصه بتبقى مش موفقه في الملعب، او في ضغط من الجماهير على السوشيال ميديا، او انه قاعد على الدكه والمدير الفني اللي كان موجود ما كانش مقتنع قوي بامكانياته، تلاشت دلوقتي صح؟ تمام. يعني كل انواع الضغط ده والتوتر ده من على اي لاعب، مش بتكلم بس على مهاجمين النادي الاهلي، لاي سبب من الاسباب تلاشى، وكله بيفتح النهارده صفحه جديده او بدايه جديده للموسم اللي جاي. فبالتالي الحاله المعنويه عند الكل في اعلى مستوياتها. المفترض ان الكلام اللي بتقوله ده يكون طبيعي جدا جدا عند الكل، ولكن لاعبي النادي الاهلي تحديدا لازم يكون موجود تحت هذا الضغط طول الوقت يا احمد. ليه؟ شادي هو طبعا ظهوره مع الفريق النهارده استقبلته الفرقه استقبال كده، يعني هو مش بعيد عن جزء من تمرين الصبح النهارده طبعا. السليه طبعا بيرجع تاني. كنت اتمنى بس ان يكون في معسكر خارجي او داخلي، ولكن يعني فكره اليوم الواحد انا عارف المعسكر اليوم الواحد ده بيفرق، ولكن المعسكر الخارجي شويه مع مدير فني جديد مع مجموعه لعيبه جديده كان هيفرق كتير جدا جدا في الاستقرار، وان شاء الله يكون موجود. اعتقد انه الناحيه الاجرائيه هي الحاجه الوحيده اللي اثرت على يعني فتره التوقف. اعتقد انه ممكن يكون في ان شاء الله في الفترات اللي بعد كده ان شاء الله يكون في فتره يقدر النادي الاهلي يكون في معسكر مغلق كده مع المدير الفني الجديد مع الصفقات الجديده. برونو اكرم طبعا، برونو اكرم يعتبر صفقه جديده السنه دي، لان اكرم ما شاركش تقريبا مع الاهلي الموسم اللي فات فتره طويله جدا، افتقدناه بصراحه جدا جدا الحقيقه، وثقه الناس في اكرم هتديله دفعه كبيره جدا جدا الحقيقه ان شاء الله الموسم ده. وجود كمان بعض الاسماء اللي كانت الناس مختلفه عليها احمد، زي كريم فؤاد مثلا، وجوده في منتخب مصر الفتره دي رغم مشاركته البسيطه مع النادي الاهلي، بس هو فنش الموسم بشكل هايل، يعني بتتكلم في 6-7 مباريات مثلا تواجد في مقامه منتخب مصر، عنده امكانيات كبيره، لكن اتمنى ان شاء الله انه يعني تكون دفعه كبيره جدا ودفعه مهمه جدا في تواجده مع اكرم توفيق ومع محمد هاني في الناحيه اليمين. برونو سافيو طبعا يعني مهاري بشكل كبير جدا، عنده مميزات كثيره جدا في انه بيقدر يلعب في كل الناحيه الهجوميه الثلاثه، سواء راس الحربه او الجناح اليمين او الجناح الشمال، بيلعب برجليه الاثنين بشكل مميز جدا، كمان بيتميز بضربات الراس، مهاري بشكل كبير جدا. يعني النوعيه دي من اللاعبين ما بقتش موجوده عندنا في مصر بشكل كبير في الفترات الاخيره. اتمنى بس انه يكون يعني على يعني اللياقه البدنيه ان شاء الله، لان دي من اهم مميزات كمان كولر، انه بيلعب على الحته دي بشكل كبير جدا، بيجهز لعيبته بشكل خد بالك هو يمكن جداً يعني. هو يمكن الاعلى على مستوى اللياقه البدنيه، لانه فرقتك كانت مريحه بقى لها فتره طويله جدا داخله في شهر، وهو جاي من انا بتكلم يعني جاي شغال. انا بتكلم على على انه يشارك في 4-5 بطولات خلال الموسم. دي بالنسبه له هتبقى جديده شويه وتحدي كبير بالنسبه له، لانه كمان بيلعب في مستوى مختلف. المعترك الافريقي اللياقه البدنيه والقوه الجسمانيه والضغوط المباريات وضغوط البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي كبيره جدا جدا، عكس اللي كان اكيد بيلعب فيه برونو سافيو. هي دي شويه اللي ممكن يعني تخوفنا، ولكن طبعا على المستوى الفني والمهاري هو رائع جدا جدا، اتمنى ليه التوفيق طبعا. بس عشان النقطه اللي انت ذكرتها دي يا اشرف، نقطة مهمة جدا، وكانت جزء من يعني واحدة من المشاكل اللي كانت بتقابلنا السنة اللي فاتت، انه اللعيبة كانت واحد ورا الثانية كده. يعني في لعيبة، انا فاكر في ماتش في أول 3 دقايق أحمد عبد القادر، بعده ب5 دقايق صلاح محسن على ما أتذكر يعني. وبعدين لعيبة تتصاب وترجع تعالج وتعمل لها برنامج تأهيل وتخش الملعب فتتصاب تاني. السنة دي برضو واحدة من المميزات أو النقط الإيجابية يعني هو فكرة القياسات البدنية والفحوصات الطبية وبصمة القدم اللي عملها الجهاز الطبي مع مخطط الاحمال، لانه يبدو ان الشغل كمان بتاع الاحمال مش هيبقى جماعي قوي السنه زي ما كنا بنشتغل بعد كده. مستحيل يبقى جماعي، مستحيل يبقى جماعي بالظبط يعني. مستحيل يبقى انت بتقيس كل لاعب وامكانياته وقدراته، وبالتالي القياسات دي هي اللي بتعمل ده. كل واحد بياخد شغل معين في توقيت معين، وبالتالي كانت مهمه جدا جدا. وخلي بالك ده الطبيعي يعني، بيعملوا النادي الاهلي ده، هو ده الطبيعي في كرة القدم في العالم، انه ده الطريق السليم والصحيح لبداية موسم مع مدير فني كبير زي كولر والنادي الاهلي بكل امكانياته وكل البطولات اللي بيشارك فيها خلال الموسم. لا طبيعي جدا ان يكون عندك قياسات بهذا الشكل. القياسات البدنية بتفرق كتير جدا في استمرار لاعبي النادي الاهلي في البطولات دي بدون اصابات، او انهم يوصلوا لاقصى حد من الاجهاد البدني والذهني زي ما اتكلمنا قبل كده. طبعا مهمه جدا وان شاء الله هتفرق. والفتره اللي اتكلمت فيها احمد من شويه، انه في فتره ما بين المواسم او بعد كل هذه المواسم، لا هتفرق كتير جدا في ان شاء الله انه جاهزيه النادي الاهلي للموسم الجديد. هو انت الموسم ده يعني مبتدي او تقسيمه الموسم ده متقسمه لجزئين، موسم طويل وممتد من بعد نهايه كاس العالم، وجرعه صغيره جدا او جزء صغير جدا من الموسم هتبتدي بيه، سواء بمشاركه، بكلام على الرسمي، سيبك من ال3 مباريات الوديه، ده يعني دي تجربه يعني وتجهيز الى اخره. لكن انت تلعب ماتشين في افريقيا وتوقف بطوله افريقيا خالص، تلعب 2 أو 3 في الدوري ومعاهم السوبر المصري، وبعد كده توقف. مفيش افضل من كده يعني. انا بتكلم انه طبعا استمراريه البطوله أو استمرارية اللاعبين في إن هم يكملوا الموسم بدون توقف، أنا من رأيي الشخصي هي أفضل الحلول أو أفضل شيء للاعب كرة القدم، خاصة لما يكون في اسم زي اسم النادي الأهلي، إنه عنده فريق جاهز بيلعب وعنده دكة بدلاء أكفاء زيهم زي الناس اللي بتلعب، وبالتالي ما عندوش مشكلة في إنه يلعب البطولة أو يشارك في 3-4 بطولات خلال الموسم بدون توقف. هو ده الافضل في كره القدم. ولكن انك تلعب وتقف شهر او 2 وبعدين تكمل تلعب تاني، دي بالنسبه للاعب كره القدم حاجه سيئه جدا جدا، لانه بيفتقد فيها حاجات كتيره جدا. بيفتقد لياقه المباريات، بيفتقد اللياقه الذهنيه للمباريات، بيفتقد تركيز، بيفتقد حاجات كتيره جدا جدا. ولكن في ظل المواسم المتلاحمه الكتيره جدا الفترات اللي فاتت، لا انا شايف ان ده يعني فتره مميزه جدا للنادي الاهلي، مع مدير فني جديد، مع تعاقدات جديده، مع مجموعه من الشباب هتبقى موجوده مع النادي الاهلي، مع المجموعه الاساسيه اللي كانت موجوده اللي ارهقت بدنيا وذهنيا بشكل فظيع جدا. وبالتالي لا انا شايف ان شاء الله الموسم ده مبشر جدا جدا في عوده النادي الاهلي ان شاء الله لمنصات التتويج. لو في صفقات ثانيه يعني ميركاتو الاهلي ممتد تحبها امتى؟ قبل بدايه الموسم، شايف انه التوقيت ده يسمح لمارسيل كولر انه ياخد فكره عن امكانيات الفريق، يحدد الاحتياجات بتاعته، يقدر يلاقي الخامه اللي هو بيدور عليها، ولا تفضل انها تكون في انتقالات يناير؟ وايه المراكز اللي تحب انك يعني تفكر تدعمها بلاعبين جدد؟ طب شوف، هو انا كنت اتكلمت انا وانت قبل كده في الصفقات، وقلنا انه احنا محتاجين على الاقل 7-8 صفقات، مظبوط؟ تمام. الحقيقه يعني قعدت مع نفسي اكتر من مره، ولقيت انه لاعبي النادي الاهلي، وعلى فكره انا شدت انا وانت بيهم هنا كتير جدا في المواسم اللي فاتت، اللي قدروا ان هم يوصلوا لتحقيق كل هذه البطولات في الموسمين اللي فاتوا بس. بطولتين لافريقيا، او الموسمين 3 اللي فاتوا، بطولتين لافريقيا والسوبر افريقي، السوبر المحلي، وبرونزيه كاس عالم مرتين، بطولات كتيره جدا جدا. لا، هذه المجموعه تستحق دايما الاشاده، واحنا دايما الحقيقه بنشيد بيهم، والتدعيم لا يعني ابدا تقليل من امكانياتهم باي شكل من الاشكال. في مجموعه كبيره من اللعيبه دي مستحيل تقدر تستغنى عنها حتى في التشكيل الاساسي، يعني لو بتكلم مثلا عن الشناوي، تكلم عن معلول، تكلم عن حمد عبد المنعم او ياسر ابراهيم، تكلم عن احيانا ايمن اشرف، تكلم عن اكرم توفيق، تكلم عن ديانج، سوليه، حمدي فتحي، تكلم محمد شريف، تكلم محمد عبد القادر. طب هذه الاسماء هل لما تكون موجوده في النادي الاهلي تقدر تقول انه انا ممكن اجيب اي صفقه من بره تلعب على المجموعه دي؟ لا، انا وجهه نظري انه هذه المجموعه من المجموعه او من اللاعبين الاساسيين في النادي الاهلي اللي لازم تفكر مليون مره. انا لو جبت ايا كان الاسم اللي هيبقى موجود هفكر كتير قوي قبل ما اغير حد منهم. تمام، يبقى انا عندي مجموعه اساسيه. بس اكيد عندك صفقه 5 لاعب اجنبي اكيد لازم هتستفيد بيها، فاهم قصدي؟ الثلاثه الاجانب اللي تحت السن وارد جدا يكون في تفكير فيهم، صحيح. لو في الكواليتي اللي ممكن تفيد النادي الاهلي، ومفيش ما يمنع برضو انه لو في لعيب مميز قوي، وانا عايز اسمع رايك في ده، بس لازم اروح لفاصل. لو انت في لعيب مميز شايف انه صفقه من جوه، رغم ان السوق الحقيقه في مصر السنه دي او الانتقالات يعني هنتكلم على صفقات من خارج خاص، يعني داخل مصر انا شايف ان الامور بقت قليله جدا وصعبه، والسوق الانتقالات غير طبيعي لازم نتكلم فيها. هو السوق السنه دي مضروب. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن سوق الانتقالات وعلى صفقات الاهلي المطلوبه مستقبلا. كنت في الفاصل بدردش مع أشرف قصة الصفقات، ولو هنجيب حد تاني هل في حد ممكن من جوه يكون كابتن أشرف حاطط عينه عليه ويشوفه إضافة سكواد الأهلي؟ لو رحنا للمركز الخامس أو اللاعب الخامس الأجنبي، المركز اللي شايف إنه الأهلي ممكن يبقى محتاج فيه كواليتي مش موجودة في السوق المصري. وفي الفاصل كنت بسأله على بيرسي تاو، مش عارف ليه السنة دي وأنا بتكلم على بيرسي تاو بفتكر دايما فلافيو. هل ممكن إن الموسم ده يكون، يعني واضح انه الاهلي او الجهاز الطبي في النادي الاهلي مدي بيرسي تاو وقته وصابر عليه جدا عشان يطمن انه موضوع الاصابات المتكرره ما يحصلش مع بدايه الموسم؟ يمكن كانت عليه العين، وكان واحد يمكن هو المحترف الاجنبي الاهم في الناحيه الهجوميه في الاهلي الموسم اللي فات، فكان مطلوب منه كتير، فكان عليه ضغط شويه، مش فاهم المسابقه، مش فاهم الجمهور. هل تفتكر انه بيرسي تاو ممكن يظهر بالشكل المنتظر منه في الموسم ده، بما انه الضغوط قلت، بما انه تم تجهيزه بشكل كويس؟ كل النقط اللي اتكلمت فيها طبعا مهمه جدا، ولكن انا شايف ان الضغوط زادت عليه مش قلت، زادت بالعكس، لانه رهان النادي الاهلي عليه الموسم ده في انه يكمل مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره هيبقى يعني حمل زياده جدا عليه في انه يثبت انه صفقه ناجحه للنادي الاهلي، وانه يستمر في النادي الاهلي رغم كل الضغوط الفتره اللي فاتت على انه يعني لازم يبقى فيه تدعيمات اكتر او افضل، وانه يستمر. لا، محتاج بيرسي تاو محتاج شغل كتير جدا جدا على نفسه. مفيش خلاف انه لعيب مميز وانه عنده امكانيات كبيره جدا، ولكن احيانا لازم تنفجر داخليا عشان تقدر تطلع كل اللي عندك. لازم يعني تحاول بكل اصرار وعزيمه انك خلاص يعني تنسى بقى كل الضغوط دي وترميها ورا ظهرك وتحاول تطلع كل اللي عندك للنادي الاهلي. عاطفيا ونفسيا هو بيظهر ده، يعني حتى في تصريحاته، لا انا مستمر في النادي الاهلي، انا عايز ولسه عندي ولسه، فده ظاهر لكل الناس. محتاج بقى يطلع ده او يظهر ده محتاج مجهود كبير جدا جدا منه نفسيا وذهنيا وعمليا داخل الملعب. يعني بيتهيألي انه اجنحه الاهلي السنه دي المنافسه فيها ضرب نار جدا جدا، يعني انت عندك عبد القادر، وعندك طاهر، وعندك الشحات، وعندك بيرسي تاو، وعندك كهربا، وعندك قفشه، برونو سافيو. يعني القصه هنا زحمه، الشباب اللي طلع طبعا زياد طارق طبعا وفخري واسماء كتيره يعني الحقيقه، وبالتالي المنافسه كبيره جدا وده الافضل للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، انه يكون في عدد وافر جدا من اللاعبين اللي افتقدنا للكميه دي او لكم اللاعبين المميزين في المواسم اللي فاتت نتيجه ضغوط المباريات وضغوط البطولات، وبالتالي لا كان عندك نقص كتير جدا جدا في دكه البدلاء. النهارده لا هتحتار تلعب مين ولا مين ان شاء الله، في ظل زي ما بقول مدير فني جديد كل محتاج يثبت انه جدير بانه يكون موجود والله في تشكيل اساسي النادي الاهلي. يعني حتى في نص الملعب يعني انت بتتكلم مع الثلاثي اللي كان اساسي في الموسم اللي فات، سوليه حمدي ديانج، حط معاهم اكرم وطبعا ممكن يلعب نص ملعب مركزه اساسي، عندك محمد محمود، عندك محمود وتولي بيلعب برضو ممكن في اوقات كتير يعني جدا. اتمنى من الصفقات الجديده بقى زي ما بتقول، ما هنا بقى انا اتمنى ان توظف فين يعني تستغل الصفقه الاجنبي دي فين. طبعا انا اتمنى بس ان متولي، انا بقول صفقه جديده لان متولي لسه انا هعتبر اننا الموسم ده بنبتدي معاه من اول وجديد او تعاقدنا معاه الموسم ده. اتمنى يعني ان متولي ان شاء الله يقدر يرجع، لان متولي من الاسماء اللي تراهن عليها، اللي براهن عليها انه او راهنت عليها قبل كده لما تعاقدنا معاه انه من اللعيبه المميزه جدا. اتمنى ان شاء الله انه يقدر يعود لمستواه مره ثانيه مع النادي الاهلي، لان الحته دي فعلا محتاجينها في قلب دفاع النادي. تفنشته في الموسم اللي فات رايك فيها؟ ما كانتش كانت جيده ولكن ما كانتش يعني مش هو ده متولي برضه، مش متولي. اتمنى ان شاء الله ان بدايه الموسم ده يفرق كتير جدا معاه. انا متفق معاك، انا براهن جدا على متولي، اتمنى براهن جدا على ربيعه. يعني طبعا ربيعه الحقيقه عامل، ربيعه الكل الموسم اللي فات قال انه ربيعه يعني، او الناس كتيره كانت بتقول ان ربيعه يمشي، ربيعه مش مستوى. ربيعه اللاعب الوحيد اللي لعب اكتر عدد مباريات مع النادي الاهلي الموسم اللي فات، خلي بالك. ومفنش الموسم، هو اللاعب الوحيد برضه في النادي الاهلي بيلعب بمستوى ثابت الفتره الاخيره. وعبد المنعم وياسر واشرف ما تقدرش، يعني عبد المنعم الحقيقه هايل بصراحه، يعني محتاج تركيز بس محتاج يهدى شويه، يتقل يعني شويه يعني. اتمنى ده، لان عبد المنعم يعني من افضل اللاعبين اللي ان شاء الله هيتواجدوا في النادي الاهلي ومنتخب مصر السنين اللي جايه، ولكن العقليه بس شويه تهدى وتظبط. الاجنبي تجيبه فين وتجيبه امتى؟ تجيبه دلوقتي يعني؟ الراجل طبعا بيشوف لسه وبيتعرف، انا بتهيألي الراجل لسه ما حفظش برضه اسماء اللعيبه. هنلعب ماتشين افريقيا، هنلعب ماتشين افريقيا وبعدين دوري وبعدين سوبر. الدوري مش هنلعب مباريات، اعتقد هنلعب ماتش او اتنين يعني، مباراتين اعتقد يعني، فما عندكش عدد كبير من المباريات. لا لا، 5-6 ماتشات قبل الكاس يعني. ممكن مع كم اللاعبين الموجوده ممكن في التعاقد في يناير، ولكن هل هتشوف في يناير هيبقى فيه لاعب مميز موجود في يناير انك تقدر تتعاقد معاه ولا لا؟ هي دي المشكله. الفرصه في يناير من وجهه نظري احسن. لا، انا مختلف معاك، انا شايف انها افضل، لانه اي لعيب كويس انت هتعوز تجيبه من الفريق وهتحط فيه، هتاخد موافقته وهتحط فيه رقم اللي الفرقه طالباه، الفرقه بتاعته هيبقى عندها اوبشن انها تعرف تشتري او تعوض. لكن لو خدت دلوقتي مين هيسيب لك؟ يعني لو حطيت عينك على حد دلوقتي مين يسيب لك وهو ما عندوش قدره على التعويض؟ ما هو انت برضه هتحط المبلغ اللي انت بتتكلم فيه ده، فهيقدر يجيب. لكن في وسط الموسم هو عنده دلوقتي وسط الموسم. طيب خليني اقول لك انه مثلا لو اتكلمنا عن المركز اللي انا نفسي ان يكون في حد سوبر هيرو زي ما بنقول يعني. انا عايز حد خرافي يعني، لاعب يكون مختلف عن كل يعني الخامات اللي عندي. مش هالاند يعني، مش بالامكانيات الكبيره دي، ولكن يبقى حد مختلف عن شكل اللاعبين. كابتن اشرف، انا شايف انه هالاند ده في 30-40 واحد موجودين زيه في حتت كتير، مش 30-40 كتير على فكره، اكتر يعني من كده يعني المواهب كتيره جدا خلي بالك. بس هي ازاي هالاند ده جاي منين؟ يعني جاي من النرويج، بلد ما فيهاش كوره اساسا. انا لعبت في النرويج شويه يعني من اكتر الحاجات اللي خلتني ارجع هي العنف عندهم عنف فعلا في ممارسه كره قدم، عنف في 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 طريقه اللعب والاحتكاك العنصر القوه اكتر من المهاره وبتاع. مش مستغرب ان هالاند بهذا الشكل، لان هي دي طبيعه الكره هناك يعني. لا، في امكانيات في كل العالم وفي مصر تحديدا، امكانيات كبيره جدا للاعبين او مواهب كتيره جدا. ولكن النهارده لو طلعت تجيب لعيب من النرويج النهارده كام واحد هيقول لك بص؟ فاهم قصدي ايه؟ صحيح، ما حدش هيقول لك بص راح يجيب من النرويج، سايب كل المانيا وايطاليا فهي الفكره. بس انه رايين لكن الحقيقه يعني في تجارب كده. كنت بتكلم مثلا على بروسيا دورتموند مثلا، انه طلع يعني بص خط النص وخط الهجوم اللي طلعوا لفرق اوروبا، جوندوجان، عثمان ديمبلي، سانشو، اسماء مهمه، هالاند، ليفاندوفسكي. صحيح. يعني لو دول موجودين النهارده في بروسيا دورتموند، كان بروسيا دورتموند ده بقى فين؟ كان فرق كتير جدا. فالعين اللي بتختار هي اللي عليها الرهان. ودي بقى عندنا مشكله كبيره جدا فيها في مصر، واتمنى انه النادي الاهلي يكون فيه، مش عايز اقول لجنه بقى او لجان او بس يكون في مجموعه تقدر تشتغل زي ما كل الدنيا بتشتغل، زي ما كل العالم بيشتغل دلوقتي. هو مين اللي دور على هالاند؟ خلي بالك هالاند مش من الموسم ده الناس بتدور على التعاقد معاه، من موسمين ثلاثه. ايوه، والريال كان طالبه وبي اس جي كان طالبه، وبالتالي انت بتدور عليه وبتشوف بتتابعه، بتشوف ارقامه ومعدلاته البدنيه والتهديفيه والفنيه خلال الموسم، اكتر من موسم. اكتر موسم، مش بس النهارده انا بقول الراجل ده كويس فهاته يعني. فانا اتمنى ان الاهلي يشتغل بالشكل ده في الفتره اللي جايه. لازم يكون في حد مش قاصد واحد، ولكن في حد قاعد بالشكل ده بيدور في افريقيا، بيدور بره، يدور جوه، يكون عينه دايما مستمره في المتابعه علشان تقدر تحصل على ارقام في النهايه توديني لحد اقدر اتعاقد معاه يستمر معايا 7-8 مواسم بنفس المستوى بنفس الليفل. طب عشان هنقل الموسم والمنافسه، المنافسه الموسم اللي جاي يعني والميركاتو، عايزه برضو تحدد لي لو هي صفقه. انا اتمنى يكون عندنا مهاجم راس حربه يعني، راس حربه. انا رغم انه شادي انا اتكلمت عليه مهاجم قوي جدا، محمد شريف كمان وحسام حسن، ولكن كنت اتمنى يكون عندنا مهاجم مختلف عن امكانياته، عن طريقه اللعب او اللعب المصري يعني. طيب شفت الميركاتو والانديه المصريه ازاي؟ ولو ترجمت الميركاتو ده على شكل المنافسه الموسم اللي جاي هتشوفها ازاي؟ الميركاتو الصيفي حقيقة قوي جدا يعني. انا شايف ان كل الانديه ابتدت تدعم بشكل كبير جدا جدا كمان يعني. يعني ممكن نشوف 5-6 انديه بينافسوا على القمه السنه الجايه. شوف الموسم ده احنا شفنا اهلي وزمالك وبيراميدز، بقالنا موسمين 3 بنشوف ده. تمام. فيوتشر قرب شويه ولكن بعيد. شايف انه لا، في تدعيمات اكتر، في اهتمام كبير جدا، في ضخ في الاموال او في الفلوس كتيره جدا جدا. رغم انه عايز اقول ان لازم يكون في سقف او حد لسوق الانتقالات في مصر، لانه الحقيقه يعني مبالغ فيه جدا جدا. امكانيات اللاعب المصري كبيره، ولكن سوق الانتقالات في مصر اثبت انه غير طبيعي وانه خيالي يعني. لما تقعد تفكر، لا يعني ايه لاعب النهارده ممكن يبقى بيفنش يعني 30 سنه مثلا، او لاعب لسه بيبتدي 18 19 سنه، بتكلم في 3-4 مليون دولار و5 مليون دولار. انا فاكر احمد، واعتقد انت ممكن تفتكر معايا، ان صلاح وتريزيجيه والنني في بداياتهم في بازل ما كانتش الارقام دي موجوده يعني، ما كانوش بالارقام دي. وفي دوريات في العالم في مبالغ عندنا هنا اكبر منها بكتير جدا. لا، مش في دوريات، في اهم دوريات في العالم، في انجلترا وفي ايطاليا وفي المبالغ دي مبالغ في يعني لعيبه بتتقاضى فيها اقل مما يتقاضاه اللاعب المصري. مبالغ فيها جدا، لازم يكون في حد وسقف. انا ما عنديش مانع في الارقام، بس لو في مستوى يعني لا خلاف ان اللاعب المصري عنده امكانيات، عنده امكانيات كبيره جدا، ولكن لا، سوق الانتقالات في مصر خيالي ووهمي بشكل غير طبيعي، ولازم يكون في سقف لده. اتمنى ان شاء الله طبعا يكون يعني البدايه ان شاء الله النادي الاهلي مميزه للموسم ده، ويكون يعني مش هختلف معاك في اننا في يناير يكون المهاجم، ولكن يعني شكل المنافسه ندور عليه. شكل المنافسه هيختلف الموسم اللي جاي ولا تتوقع ان هو نفس الاطار التقليدي؟ انا شايف انه هيختلف في المنافسه، في قوه المنافسه، ولكن لكن مش المنافسه على اللقب. لا، المنافسه على اللقب برضه هتنحصر ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. وان كنت اتمنى ان هي تبقى موجوده يعني. انا ابن النادي الاهلي اهو بقول انا عايز 6-7 فرق يتنافسوا على البطوله عشان يبقى عندنا منافسه قويه. بالعكس، هو كل ما المنافسه زادت يعني كل ما الاهلي بقى يعني كل ما الاهلي بقى احسن طبعا يعني. عمر ما الاهلي هيتحرك الا لما يكون اللي تحت منه بيتحرك. صح، ده صحيح، ده صحيح. طيب 3 ماتشات وديه تدريجيه انجاز التعبير، بتروجيت اسوان، بتروجيت اسوان، الجيش، راعي الجيش. ايه الاهداف اللي شايف انه على مارسيل كولر انه يحققها في ال3 مواجهات اللي قدام دي؟ شوف، الانسجام هو اهم حاجه طبعا. يقدر في 3 ماتشات طبيعي يقدر. جدا طبيعي، لان انت ما عندكش عدد كبير هتقدر تدخله او هتدخله على الفرقه يعني. هو برونو سافيو، شادي، وميسي. وممكن ميسي يعني ما يبقاش من العناصر الاساسيه في البدايه، لان عندك في وسط الملعب مجموعه كبيره من اللاعبين مميزه جدا في النادي الاهلي. وبالتالي الانسجام مهم جدا جدا. التنظيم زي ما بقول لك، لان من اهم النقط المعروفه عن مستر كولر هو التنظيم داخل الملعب، سواء التنظيم الدفاعي او التنظيم في الناحيه الهجوميه. اتمنى ان شاء الله انه في ال3 مباريات التدريجيه دي انه يقدر ان شاء الله يوصل لده. الاتحاد المنستيري من الفرق التونسيه الغلسه، وعايز اقول ان رغم ان هي في وسط الجدول من سنوات طويله جدا، ولكن في موسمين ثلاثه الاخرانيين قدروا ان هم يوصلوا لوصافه الدوري التونسي وحصلوا على الكاس وكاس السوبر التونسي. يعني فريق مش من الفرق السهله، اصبحت عندهم عناصر كمان جيده جدا على المستوى الفني ومستوى كمان الاعمار، وبالتالي هتبقى مباراه صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله في الثلاث مباريات دول يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يعني يوصل. استعداد كافي من وجهه نظرك لانه بانطلاقه الموسم تبقى مع دول 32 في بطوله افريقيا؟ لا، شايف الحقيقه انها يعني فيها ظلم شويه، لانه انت هتواجه فريق انا بقول انه من فرق قويه، يعني فرق قويه في تونس كان ممكن يحصل على البطوله. خلي بالك في تونس يعني الخساره في اخر مباراه بيلعب مع الكبار الافريق والنجم الساحلي والترجي وبالتالي مباراه قويه جدا جدا يعني، ولكن ان شاء الله يقدر مستر كولر مع اللاعبين يقدروا يوصلوا ان شاء الله لانسجام وتفاهم ومستوى لياقه جيد جدا ان شاء الله يقدروا ياخدوا بيه المباراتين ان شاء الله. متفائلين باذن الله ببدايه الموسم وكلها ساعات بسيطه ويظهر الاهلي في اول مباريات، وهتذاع او مش هتذاع لسه لم يتم اتخاذ القرار النهائي او احنا ما عندناش المعلومه النهائيه، لكن في النهايه هنطمن وهنشوف وهنتابع 3 مباريات الوديه اللي هيلعب فيهم النادي الاهلي، واعتقد انه اكيد في جزء من الماتشات دي او من 3 مباريات دول هيذاع على جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك اشرف، شكرا جزيلا، كل التوفيق، بنسخن مع بعض وابتدينا موسم جديد وان شاء الله تكون بدايه موفقه، ويبقى في نهايه المشوار الجمهور فرحان والاهلاويه فرحانين في كل مكان ان شاء الله. اتمنى ده. وعايز اقول بس الشناوي من الناس اللي لازم نقول انه في بدايه الموسم ان شاء الله له دور كبير جدا معنا ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا وبشكركم على المتابعه، وهيكون لنا وقفه وكلام على منتخب مصر مع الايام اللي جايه قبل المباراتين الوديتين. بشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا.